أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة. وخلال إطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أضاف الرئيس السيسي أنه إذا كان التحدي الراهن سيضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلابد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي. الأزمة الاقتصادية ومسار الإصلاح الاقتصادي، واحنا ايضا في هذا الامر عملنا يعني برنامجين، برنامج في 2016 وده نجحنا فيه، بس انا نجحنا فيه مش بس بجهدنا ولكن باستقرار الاوضاع الاقليميه والدوليه عما كنا نحن عليه الان. اما البرنامج الحالي اللي احنا شغالين فيه وده مهم، ودي رساله بقولها لينا ولمؤسسات الدوليه المعنيه بهذا الامر، الصندوق والبنك الدولي وكل المؤسسات، ان احنا بنعمل هذا البرنامج في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد في العالم كله، وبيتقال ان هيبقى فيه ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات او القليلة القادمة نتيجة التداعيات لهذا الامر. طب ما احنا جزء من اقتصاد العالم، وبالتالي برنامجنا اللي احنا شغالين بيه ان ما تحطتش في الاعتبار التحديات اللي انا بتكلم عليها ديت، ولما نيجي نقول ان احنا فقدنا 6-7 مليار دولار خلال فقط 7-8 شهور الماضيين، وان الامر ده محتمل انه يستمر معانا لمده سنه كمان نتيجه التداعيات اللي احنا بنشوفها، يبقى اذا البرنامج اللي احنا متفقين بيه مع الصندوق، وده امر مهم انا بقوله للحكومه وبقوله لنفسي، اذا كان التحدي ده هيخلينا نخضع على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، لابد من مراجعة الموقف مع الصندوق.